خبر هام، حيث تكون البداية مع جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الأكاديمية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبنائه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العروض بالكلية. ألقى الرئيس السيسي كلمة لتهنئة الطلبة على الالتحاق بالكلية ونيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسعى رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن. واطلع الرئيس السيسي على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، والتي يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية. ثم توجه سيادته لتفقد ميدان التحدي والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أدائهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع والتي أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه بدنيا ومهريا. ودار حوار مفتوح بين الرئيس السيسي والطلبة حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى، وكذلك آخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولي والتداعيات على الاقتصاد المصري وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات. دكتور بشير، هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلبة كلية الشرطة، أكاديمية الشرطة أو طلبة الكلية الحربية، ودايما بنشعر في زيارة السيد الرئيس لكلية الشرطة أو كلية الحربية بنوع من العفوية في اللقاء والحوار. دكتور بشير، يعني على قد ما هي بتكون زيارة رسمية لكن بيكون فيها حوار مفتوح في العديد من القضايا، وامبارح شفنا حوار السيد الرئيس مع بعض الطالبات من المحافظات المختلفة، وازاي سيادة الرئيس كان بيوضح بمنتهى السهولة واليسر مشروعات مصر والتحديات التي تواجه مصر الآن. كيف شاهدت وتابعت هذه الزيارة الهامة؟ زي ما حضرتك تفضلت، هي زيارة مهمة للغاية، ويمكن من حظ طلبة الشرطة أنه الرئيس بيلتقي بيهم أكثر من مرة في السنة الواحدة، يعني في إجراءات التقدم وزي هذه الزيارة في أثناء الدراسة ومرة في أثناء التخرج، وبالتالي لهم حظ لقاء الرئيس أكثر من مرة. أهمية هذه اللقاءات أنه الشرطة أحد ركائز المنظومة الأمنية في الدولة. المنظومة الأمنية يعني إيه؟ القوات المسلحة، المخابرات، الأجهزة الأمنية، الشرطة، وطبعا احنا عارفين ان دي درع الوطن يعني، والعين الساهرة على الوطن. الرئيس النهاردة بيخوض معركة الوعي، لانه جرت العادة انه دايما كان رجال الشرطة ممكن الطالب يدخل كلية الشرطة ويخدم في الشرطة 30 سنة او اكتر ويتخرج وما يقابلش رئيس الجمهورية ولا يقابل مسؤول في الدولة. النهاردة طالب الشرطة وهو بيقدم في الكلية او في الاكاديمية بيشوف الرئيس وبيتكلم مع الرئيس، وهو بيدرس بيشوف الرئيس وبيتكلم مع الرئيس، وهو بيتخرج بيشوف الرئيس وبيتكلم مع الرئيس. في وصل مستمر. دكتور بالظبط، التواصل والتفاعل والحوار ده بيؤدي لرفع مستوى الوعي، لانه الرئيس بيتكلم مع طلبة الشرطة في قضايا عالمية، في هموم دولية ووطنية. فتجد ان دلوقتي كمان بنعرض مع حضرتك دلوقتي مع السادة المشاهدين يعني جزء من لقاء السيد الرئيس حتى مع اهالي الطلبة كمان. دكتور بشير، بالظبط ده بيصب في معركة الوعي، ان النهارده طالب الشرطة اللي عنده 18 او 20 سنة عارف يعني ايه النظام العالمي، عارف يعني الحرب في أوكرانيا، عارف انعكاسات السياسة الدولية والتفاعلات الدولية على الوضع الداخلي في مصر. لأنه النهاردة رجل الشرطة المفروض أنه يكون مؤهل ومثقف ومتعلم بطريقة يستوعب بها التحديات. الإرهاب النهاردة ظاهرة عالمية، الإرهاب مرتبط بالعولمة، مرتبط بالاقتصاد، مرتبط بالأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، ظاهرة التطرف والجماعات المتطرفة لها جذور في الخارج وحركة رؤوس الأموال عبر العالم. انه السياسة مرتبطة بالامن، مرتبطة بالاقتصاد، مرتبطة بالثقافة، مرتبطة بالدين. فلابد ان يكون في وعي لدى رجل الشرطة على المستوى الثقافي والمعرفي والاقتصادي والسياسي الى جانب الدراسات الامنية واللياقة البدنية. لم يعد رجل الشرطة يقتصر فقط على انه يكون قوي البنية وانه يدرس القانون والعلوم الشرطية فقط، وانما لابد من الوعي السياسي، لابد من المعرفة الاقتصادية، لابد من الالمام بالقضايا الدينية، مسألة الجهاد، مسألة التطرف، مسألة الآراء الفقهية اللي ممكن تحارب الفكر المتطرف، مسألة حقوق الإنسان وقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي.
كل هذه القضايا لابد لرجل الشرطة أن يكون مسلح بها إلى جانب التسليح القانوني والبدني، والحاجة اللي بيعمله رئيس الجمهورية النهاردة، وده انعكس على مستوى وكفاءة وتأهيل رجل الشرطة. النهاردة لما تقعدي مع أبنائنا من كلية الشرطة أو من خريج الشرطة تلاقي مستوى الوعي والثقافة ارتفع بشكل كبير، وده أيضا موجود في الكليات الحربية أو الكليات العسكرية زي الكلية الحربية والكلية الجوية وغيرها، أصبح مستوى الوعي عالي جدا بسبب هذا التفاعل بين رئيس الجمهورية وهؤلاء. الحقيقة هذه الزيارة تبعث بدعوة جديدة، كل مرة بندعو رئيس الجمهورية بنوجه رسالة، يا ريت الزيارات دي سيادة الرئيس تنتقل إلى الكليات المدنية. يعني مثلا الناس اللي بتوع الحقوق اللي هيبدأوا يشتغلوا في النيابة، اللي يشتغلوا في القضاء يحتاجوا إلى هذه التفاعلات أيضا، وهذه الزيارات وهذا التواصل. الناس حتى اللي هيبقوا أطباء في المستقبل كل هؤلاء يحتاجوا إلى تواصل وتفاعل. طلبة الاقتصاد والعلوم السياسية، وهنحاس طبعا أكيد حياتك خريج هذه الكلية العريضة بالضبط، يعني كان بيجي لنا زمان وزراء وزير الخارجية، لكن لما رئيس الجمهورية يتكلم عن رؤيته لأفاق المستقبل، لأن ده بيدي نوع من الحافز، بيدي نوع من التفاعل، رفع الروح المعنوية للطلبة الوطنية أيضا، المواطنة. تخيلي كده الحماس، لأنه طالب عنده 18 سنة في كلية عسكرية أو كلية شرطة أو كلية مدنية ليه رئيس الجمهورية قدامه بيتكلم بصراحة وبشفافية وبيسمع الأسئلة وبيرد على هذه الأسئلة ويقدم الإجابات. ده بيخلق حالة من المواطنة والتفاعل، بيرفع مستوى الوعي وبيرفع مستوى المواطنة والانتماء لدى شباب هم هيكونوا المستقبل في كل المجالات. هيبقى ضابط شرطة، هيبقى ضابط في القوات المسلحة، هيبقى دبلوماسي، هيبقى في القضاء أو النيابة، هيبقى طبيب. وبالتالي احنا بنوجد حالة من التفاعل لم تكن موجودة من قبل بين القيادة السياسية اللي هي أعلى رأس في الدولة وبين الشباب اللي هم نصف الحاضر وكل المستقبل. أكيد كل التوفيق ليهم إن شاء الله دكتور بشير. وخلينا